تقدم الثوار، تقدم الأسود، تقدم المجاهدون على هذه الشرادم، على هؤلاء كلاب النار، حديثي الأسنان، سفهاء الأحلام. ها نحن بفضل الله وعونه وتوفيقه ثم دحر العدو إلى آخر معركة له في حي رقم واحد. ونحن على حق عون الله والله أكبر الحمد. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب، يا رب. اطلعوا يا اولاد، اطلعوا، ما في شيء، اطلعوا، لا ساعدوا الناس اللي برا. يا رب، يا رب، يا رب، يا رب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، لا إله إلا الله، يا رب. أهلا بكم من جديد. سيطرت قوات الثوار بمدينة سرت الأحد على حي 201 سكنية ومبنى ديوان الحسبة وشارع دبي ومبنى الأمن الداخلي سابقا، الذي يعد أحد السجون التابع لما يعرف بتنظيم الدولة. مصدر إعلامي قال إن قوات الثوار تواصل قصفها الجوي والمدفعي لتمركزات عناصر التنظيم بالحي رقم واحد، مضيفة أن قوات الثوار لا زالت تتقدم معززة بالمدفعية الثقيلة والدبابات، مشيرا إلى أن القوات عثرت على 5 جثث يعتقد أنها لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة بمبنى جامعة سرت والعمارات المطيلة عليها، لتأتي تباعا مباني الجهزة العسكرية بالكامل. استقبل مستشفى مصراتة المركزي 4 شهداء و30 جريحا من قوات الثوار في اشتباكات تحرير الحي 201 سكنية ومبنى الأمن الداخلي من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. المكتب الإعلامي للمستشفى وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قال إن إصابات الجرحى تفاوتت بين البسيطة والمتوسطة، مضيفا أن بعض الجرحى غادر المستشفى بعد تلقي العلاج الكامل. قبضت عناصر من كتيبة الشهيد صلاح البركي على أكثر من 50 شخصا من جنسيات أفريقية وعربية يعتقد أن لهم صلة بما يعرف بتنظيم الدولة. العملية التي وصفت بالنوعية تمت بمنطقة تبعد عن مدينة سرت قرابة 200 كيلو متر جنوبا. هذا وكان سلاح الجو التابع لغرفة عمليات الطوارئ نفذ طلعات استطلاعية جنوب وغرب مدينة سرت بعد ورود معلومات عن هروب بعض قادة ما يعرف بتنظيم الدولة بعد سيطرة قوات الثوار على أغلب المناطق بالمدينة. أخذ سلاح الجو التابع لغرفة عمليات الطوارئ السبت عدة طلعات استطلاعية فوق الأجواء الليبية،
مصدر إعلامي قال إن الطلعات غطت المنطقة الوسطى بالكامل حتى أقصى الجنوب، والمنطقة الغربية حتى معبر رأس جدير والحدود الليبية التونسية. وأضاف المصدر أن هذه الطلعات جاءت لأجل رصد ومنع تسلل بقايا عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. كشفت صحيفة العربي الجديد عن وثائق بقاعات واغادوغو بعد سيطرة الثوار عليه، حيث أظهرت الوثائق مصادر تمويل التنظيم. ونقلت الصحيفة عن مصادر لها أن ما يعرف بتنظيم الدولة يعتمد في تمويله على طلب الفدية من الأهالي عندما كان مسيطرا على مدينة سرت، بالإضافة للمشاركة في الهجرة الغير شرعية ليقوم بتهريب الأفارقة مقابل المال. وكما اعتمد التنظيم أيضا على عمليات الخطف وطلب المقابل وعمليات السطو على المصارف داخل مدينة سرت. وبالعودة إلى أعداد الجرحى في مدينة سرت، معنا الدكتور أكرم أجليوان المتحدث الرسمي باسم مستشفى مصاط المركزي. بداية دكتور أكرم، حدثنا عن مجريات الأمور اليوم داخل مستشفى مصاط المركزي. في البداية نترحم على روح شهداء، نسأل الله الشفاء العاجل للجرحى. استقبل مستشفى مصاط المركزي اليوم الأحد مساء اليوم الأحد عدد من الجرحى، وصل العدد تحصيلا إلى هذه اللحظة 77 جريح. أغلب الإصابات يعني من بين المتوسطة والبسيطة، هناك بعض الحالات الحرجة، ممكن هذا 3 حالات كلها حالتها مستقرة، حتى من أجريت لهم عمليات جراحية غير طارئة وضعها مستقر، لا توجد لدينا حالات كثيرة لله الحمد. أما بالنسبة للشهداء إلى هذه اللحظة استقبل مستشفى مصرات المركزي عدد يعني 9 شهداء نحسبهم عند الله. نعم دكتور أكرم، ما هي حالة الجرحى الذي استقبلهم المستشفى وكيف هو وضعهم حتى الآن؟ الحقيقة العدد الجرحى في معظمهم غادر المستشفى نتيجة إصابات طفيفة تم تسجيلها، ولكن غادرت مستشفى مصرات المركزي. أما الحالات التي تم إيواءها في الغالبية إصابات يعني بالأطراف نتيجة يعني شظايا وبعض الألغام. بالنسبة للعدد الحالات اللي إصابتها متوسطة بين المتوسطة و الحرجة لا توجد لدينا إلا 3 حالات وليست بالخطيرة، وضعها مستقر ولله الحمد. أما من أجريت لهم عمليات جراحية غير طارئة الآن وضعها مستقر. بالنسبة للحالات المتوسطة تم إيواءها للملاحظة والمتابعة يعني الطبية. هذا ما لدينا إلى هذه اللحظة، وأنا أحدثكم من مستشفى مصرات المركزي. نعم دكتور أكرم، هل هناك حالات حرجة اضطررتم لنقلها خارج مدينة مصراتة؟ لا توجد إلى هذه اللحظة حالات حرجة تم تحويلها إلى خارج مدينة مصراتة. ممكن لدينا حالات يعني حروق يعني تعتبر من الدرجة الثانية وليست يعني بالحالات الخطيرة، يتم التنسيق وهي عددها حالتين، يتم التنسيق إلى تحويلها إلى مستشفى الحروق والتجميل كما في السابق. هناك تعاون كبير جدا بين مستشفى مصراتة المركزي ومركز الحروق والتجميل بالعاصمة. بالنسبة للوضع بصورة عامة، جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة موجودة على مدار الساعة مؤدى لحدود أي طارئ. نحن نعي أن ضرورة توفير الخدمة الطبية للجرحى الأبطال، كما نعرف أن مستشفى مصرات المركزي هو المكان الوحيد الذي يستقبل الجرحى، فبالتالي ما طبعا مستشفى الخاصة مشكور داخل المدينة، فبالتالي نحن يعني على استعداد كامل في هذه الأيام، خصوصا وأن ساعات الحسم تقترب وأن تحرير مدينة سرت بين الحين والآخر. في أي لحظة نتوقع حدوث اشتباكات، فبالتالي نحن مستعدين لأي طارئ إن شاء الله. نعم دكتور أكرم، هل تستطيع أن تعطينا حصيلة نهائية للشهداء والجرحى منذ بداية الاشتباكات في مدينة سرت حتى الآن؟ بالنسبة للحصيلة ليست بنهائية، لأن لا زالت الاشتباكات دائرة حول محيط داخل مدينة سرت، فبالتالي الحصيلة المتوفرة لدينا حوالي يعني أكثر من 370 يعني شهيد. أما بالنسبة لعدد الجرحى الآن وصلنا إلى 2000 جريح، طبعا الأعداد كبيرة جدا بالنسبة للجرحى، ولكن حتى الحالات البسيطة يتم تسجيلها، فبالتالي الحالات تعطي يعني كحصيلة يعني تعتبر ليست بنهائية حوالي 2000 جريح وأكثر من 370 شهيد نحسبهم عند الله.
نعم دكتور أكرم، بالنسبة للمستشفى الميداني في مدينة سرت هناك أخبار تقول بأنه يعاني من نقص في الكوادر الطبية، ما صحة هذه الأخبار دكتور أكرم؟ لا أعتقد أنه يعاني من قلة الكوادر الطبية، ونحن نعلم أن بعض هذه الكوادر قد تم توفيرها من داخل مستشفى مصراتة المركزي، عدة أخصائيين يشتغلون داخل المستشفى الميداني، تجرى العمليات الجراحية الطارئة، لا يعاني من الناحية هذه، ولكن ممكن عندهم معاناة من ناحية يعني بعض قلة المسعفين. بالنسبة للوضع عموما داخل المستشفى الميداني، يعني احنا على تواصل معهم بشكل يعني دائم، ولكن ما نعلمه ان الكوادر موجودة، ولكن ممكن نقص في المسافين، والله اعلم يعني بالنسبة لهذه النقطة ممكن نتيجة ممكن ازدحام الحالات، وخصوصا ان اغلب الحالات البسيطة ممكن تسبب ارباك داخل المستشفى الميداني. بالنسبة للوضع هناك يعني اعتقد انه مطمئن، ولكن في حدود الاشتباكات قد يزدحم الامر عليهم، ممكن معاناه من ناحيه العدد الاصابات، تكون حتى الاعداد الجرحى الموجودين داخل المستشفى الميداني تختلف عن ما هو داخل المستشفى، ممكن سبب اليعزة ان اغلب الحالات داخل المستشفى الميداني لا تاتي الى مدينه نصراته، ممكن ترجع الى جبهات القتال نتيجه الاصابات، لان كل الحالات التي تاتي المستشفى الميداني يتم تسجيلها، وهذا ما يعطي صوره كبيره ان الاعداد داخل المستشفى الميداني أرقام كبيرة جدا، ولكن في الحقيقة معظم الحالات لا تأتي إلى مدينة نصراتة، إنما ترجع إلى جبهات القتال. نعم دكتور أكرم قليوان المتحدث الرسمي باسم مستشفى نصراتة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شهدت مدينة سرت الأسبوع الماضي مجموعة من الأحداث التي سيطرت على أثرياء قوات التوار على أغلب المناطق بالمدينة، المزيد في سياق التقرير الثاني. مدينة سرت سيطرت الثواري على مبنى إذاعة مكمداس، وهي الإذاعة التي كان يسيطر عليها ما يعرف بتنظيم الدولة منذ فبراير الماضي، فيما أصيب ثلاثة من قوات الثواري برصاص قناصة في الحي رقم 3 بالمدينة، وكانت إصابتهم خفيفة بحسب مصدر من مستشفى مصراتة المركزي. وسيطرت قوات الثوار على العمارات الهندية في المدينة يوم الأحد الماضي، كما صدت قوات الثوار سيارتين كانتا مجهزتين للتفجير من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة. وقال مصدر من المستشفى الميداني بمدينة سرت إن ما يقارب 8 شهداء والأربعين جريحا كانت حصيلة اشتباكات الأحد. وذكرت مصادر عسكرية أن أغلب أحياء المدينة شهدت هدوءا حذرا يوم الاثنين الماضي، فيما كانت هناك بعض المناوشات البسيطة. وسيطرت قوات الثوار على الحي رقم 2 بالمدينة يوم الثلاثاء الماضي، والذي كان يتوقع أن تطول به المعركة حسب ما قال آمر كتيبة شهداء الحاوية الخميس، واستشهد على إثرها 5 من قوات الثوار، فيما جرح 80 آخرون. وانفجرت سيارتان مفخختان بمنطقة الغربيات يوم الخميس بالقرب من مقر حملة جاهد لمحاربة التطرف والإرهاب، وكانت حصيلة ذلك التفجير 14 شهيدا وما يقارب 80 جريحا حسب ما ذكر مصدر طبي. فيما ذكر مراسل قناة التناصح في سرت أن قوات الثوار تجهز خطة لاقتحام آخر معاقل ما يعرف بتنظيم الدولة والسيطرة على المدينة بالكامل. قال مركز السرايا الذراع الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي أن طائرات أجنبية بدون طيار شنت الأحد غارات جوية على المناطق المجاورة للحظيرة الجمركية بالمحور الغربي للمدينة. المركز أفاد بتجدد الاشتباكات بين قوات شورى بنغازي وقوات مجرم الحرب حفتر بمحور الحظيرة الجمركية، مضيفا أن المدفعية الثقيلة التابعة للمجلس استهدفت تمركزات قوات حفتر بمحور قال يونس غرب المدينة. أفاد مصدر إعلامي بمدينة بنغازي السبت بمقتل 4 من قوات الصاعقة التابعين لمجرم الحرب حفتر إثر انفجار لغم أرضي بمحيط المستشفى الأوروبي بمنطقة الجوارشة غرب المدينة. هذا وكانت قوات الصاعقة التابعة لما يعرف بعملية الكرامة قد أكدت الجمعة عن مقتل عنصر برتبة رئيس عرفة وقائد ميداني إثر انفجار لغم أرضي آخر في المحور الغربي ببنغازي. هذا ويشهد المحور الغربي لمدينة بنغازي اشتباكات متقطعة بين قوات شورى الثوار وعناصر مجرم الحرب حفتر.
قال مصدر مطلع من داخل مدينة بنغازي إن الطيران الفرنسي الموالي لمجرم الحرب حفتر شن 3 غارات جوية على منطقة قنفودة. المصدر ذكر أنه إضافة للغارات الجوية التي قام بها الطيران الفرنسي، فقد قصفت قوات ما يعرف بالكرامة بالهاون وبشكل عشوائي على منطقة أبو صنيب وقنفودة، في حين أكد المصدر عن تدمير دبابة ومدرعتين 2 تعود لقوات مجرم الحرب خليفة حفتر. نشر مركز السرايا للإعلام الخميس شريطا مصورا يظهر فيه رصد إحدى الطائرات الأجنبية ويتحلق في سماء مدينة بنغازي بمنطقة قنفودة. أصدر عدد من الكتائب وسرايا الثوار بالمنطقة الغربية بيانا من بوابة الصمود أعلنوا فيه عن تشكيل قوة عسكرية لفتح الطريق الساحلي. البيان ذكروا فيه أن القوات المشكلة من المنطقة الممتدة من الزاوية وحتى رأس جدير، وأن عدد أفرادها ما يقارب 1500 مقاتل. كما قامت سرايا الثوار باستعراض عسكري في المنطقة. يذكر أن اشتباكات وقعت بالطريق الساحلي يوم الجمعة بين قوات الثوار وعصابات جيش القبائل. ذكرت مصادر مطلعة السبت أن أعيان ورشفانة طالبوا من القوى التي تحركت لفتح الطريق الساحلي بإيقاف تقدمها على أن يتم التنسيق مع أعيان الزاوية لفتح الطريق بطريقة سلمية. وذكرت المصادر أنه بعد تقدم قوات المنطقة الغربية الجمعة لفتح الطريق الساحلي بين الزاوية وطرابلس وحدوث اشتباكات بمنطقة المايا، تدخل على إثرها أعيان ورشفانة وطلبوا بهدنة يتم فيها التنسيق لفتح الطريق بشكل سلمي بعيدا عن الحرب. يشار إلى أن الطريق الساحلي الممتد من مدينة جنزور والزاوية مقفل منذ فترة، وتشهد المنطقة أعمالا للحرابة وخطف وسرقة بالإكراه. قال عضو مجلس النواب المنحل محمد الرعيض إن مجرم الحرب حفتر أصبح مقالا اعتبارا من اللحظة الذي وافق فيها مجلس النواب على اتفاق الصخرات. الرعيض أضاف أن هناك أعضاء من النواب المنحل لا يريدون أن يكون عقيلة صالح رئيسا لهم، معتبرين أنه يجب على الأخير أن يتقاعد، مشيرين إلى أن العديد من النواب الداعمين له تخلوا عنه في الآونة الأخيرة. نفى علي القطراني العضو المقاطع لمجلس رئاسي المقترح لقائه مع رئيس المجلس فائز السراج أو غيره من أعضاء المجلس في تونس. القطراني وفي تصريح صحفي نفى ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية حول لقائه بأعضاء المجلس الرئاسي في تونس. ومن جهة أخرى أصدر المجلس الرئاسي المقترح في الفترة الماضية خطابا للأعضاء المقاطعين، حدد فيه 17 أغسطس كآخر موعد لحضورهم جلسات المجلس وإلا سيتم استبدالهم. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل. كوبلور يعتبر الأمن والاستقرار أمران مهمان لتنفيذ خطط إعادة الإعمار في بنغازي وأوباري وككلا. Thank you.
وجيت نخدم أنا والعائلة اللي معاي، جينا نخدم هون نطلع قرشين ونرجع بعدين على بلادنا نعيش ببلادنا يعني خير الأمان. هربنا من الحرب لأن صار في حرب هون ومغلوب على أمرنا، ولا قوة إلا بالله، مطالع بيدنا شيء. رحنا على الشاليهات، تخبينا في الشاليهات، طيروا على الشاليهات وين صفي قدامنا البحر، ما في غيرنا، وين بدنا نعدي يعني، وين بدنا نروح، وين بدنا نجي، مغلوب على أمرنا. ما بدكم يانا نضل هون قاعدين في البلد، نطلع نقعد غير بلد، نشوف حالنا وين نروح وين بدنا نجي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ورب يفرج على أمة الإسلام والدول الإسلامية كلياتها براية لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله. ماشي شيء، يطلعوا ساعدوا الناس اللي برا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب لا إله إلا الله يا رب. أهلا بكم من جديد. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر إن الأمن والاستقرار أمران مهمان لتنفيذ خطط إعادة الأعمار في بنغازي وأوباري وكيكلا. كوبلر وفي تغريدة له على حسابه في تويتر أضاف أن الخطط ليست كافية وأنه يجب أن تتبع الأفعال الأقوال حسب وصفه. يشار إلى أن مشروع تحقيق الاستقرار في ليبيا التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قد وافق خلال اجتماعه السبت في تونس على حزمة تدابير لإعادة تأهيل بنغازي وأوباري وكيكلا. ومن جهة أخرى، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر في تصريح نشر على صفحة البعثة على موقع الفيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني إن ما يزيد عن 2,400,000 شخص في ليبيا بحاجة إلى مساعدة إنسانية. وأوضح كوبلر أن هناك أشخاص محرومون من الأدوية واللقاحات وخدمات المتردية في المستشفيات، إضافة إلى وجود 300,000 طفل خارج المدارس و350,000 نازح خارج البلاد. وقال المبعوث الأممي إن الاحتياجات الإنسانية التي أوجدتها الأزمة في ليبيا هي احتياجات مهولة، ويجب أن يكون هذا بمثابة حافز لنا جميعا للقيام بأقصى ما في وسعنا لإعطاء الأمل للناس. هذا وأعرب مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتين كوبلر الجمعة عن قلقه الشديد من الوضع المعيشي في مدينة درنا. كوبلر وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال إنه لا يزال قلقا جدا حول الوضع الصعب الذي يعيشه العديد من الناس في مدينة درنا، مطالبا بإيجاد الحلول في أسرع وقت ممكن. هذا وتشهد مدينة درنا نقصا حادا في الوقود وغاز الطهي وبعض الأدوية، بالإضافة إلى انعدام السيولة النقدية في المصارف نتيجة لحصار المفروض عليها من قبل قوات ما يعرف بعملية الكرامة. تناقلت وسائل إعلامية خبر اختطاف مدير إدارة الرقم الوطني بمصلحة الجوازات بطرابلس علي البوسيفي لأكثر من أسبوع. وذكرت مصادر إعلامية إن مجموعة مسلحة مجهولة قد اقتادت البوسيفي إلى مكان غير معلوم وهو غائب لمدة تزيد عن أسبوع.
وحسب مقربون من البوسافي إن سبب اختطاف المذكور لا علاقة له بالمال أو الحرابة، معللين سبب الاختطاف بوظيفته، حيث طالب المختطفون البوسافي بتسليمهم الأرقام السرية والشفرات الخاصة بمنظومة الرقم الوطني. وفي الخبر الأخير، حيث هدد الموظفون بالشركة العامة للكهرباء في طرابلس بالتوقف عن العمل في حال استمرار عدم صرف مرتباتهم منذ شهر مارس الماضي. وطالب الموظفون في وقفة احتجاجية يوم الأحد، طالبوا المجلس المقترح ومصرف ليبيا المركزي بضرورة الإسراع في صرف مرتباتهم. يذكر أن عددا من القطاعات العامة في الدولة تشهد تأخرا في صرف المرتبات في ظل استمرار أزمة السيولة في المصارف. إلى درجات الحرارة في بعض المناطق الليبية. قبل الختام، تذكير بما جاء في هذه النشرة. قوات الثوار تسيطر على باب الأمن الداخلي وحي 201 سكنية بمدينة سرت، والمستشفى المركزي بمصراتة يستقبل 4 شهداء و30 جريحا جراء اشتباكات اليوم. طائرات بدون طيار شنت 3 غارات جوية على المحور الغربي لمدينة بنغازي، ومقتل 4 من قوات الصاعقة بانفجار لغم أرضي بمحور الجوارشا. عضو البرلمان المنحل محمد الرعيض يقول إن مجرم الحرب حفتر يعتبر مقالا، وعلى عقيل صالح أن يتقاعد. وتابعتم أيضا، كوبلر يعتبر الأمن والاستقرار أمران مهمان لتنفيذ خطط إعادة الإعمار في بنغازي وأوباري وككلا. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب، يا رب. اطلعوا يا اولاد، اطلعوا، ما في شيء، اطلعوا، لا ساعدوا الناس اللي برا. يا رب، يا رب، يا رب، يا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا رب، يا رب، يا رب.